المباراة في هذه اللحظات ما بين الكونغو وأوغندا بهذه النتيجة، تقدم منتخب أوغندا وفوزه بالثلاث نقاط عن هذه المباراة حتى هذه اللحظة. لكن كلام كتير عن المنتخب الوطني المصري، مهم قوي قوي انك كسبت وخدت الثلاث نقط في بداية مشوار طويل وصعب ومهم جدا بالنسبة لكل الشعب المصري. بداية كانت صعبة شوية، كنا محتاجين ان احنا نطمن بشكل اكبر من كده بكتير عن او على المنتخب الوطني المصري. زي ما كنا بنقول دايما البدايات لازم تكون قويه، لازم انك تكسب باداء ونتيجه، حتى لو النتيجه 1-0 بس على الاقل كان يبقى فيه كمان اداء جيد. الشوط الاول منتخب مصر يمكن كان لعب مباراه او شوط جيد، لكن الشوط الثاني في الحقيقه كان فيه تراجع بدني كبير جدا لمنتخب مصر، وده اثر بشكل كبير جدا على عدم اضافه اهداف اخرى بجانب هدف تريزيجيه الرائع في الحقيقه، وهو احد نجوم مباراه الامس. لكن البطولة اللي فاتت في 2017 في الجابون ابتديت بداية شبيهة لهذه البداية، بل هي كمان كانت أسوأ من النتيجة اللي احنا ابتديناها من خلال مباراة الأمس. اتعادلت مع مالي في أول مباراة في البطولة هناك في الجابون 0-0، وكسبت المباراة الثانية مع أوغندا بنتيجة 1-0 بهدف في الدقائق الأخيرة لعبد الله السعيد، وكملت في البطولة ووصلت النهائي رغم أن البداية كانت صعبة. مش مهم خالص البدايات تكون بهذه الصعوبة، أو مش مهم تكون البدايات شكلها عامل إزاي، المهم إن أنت يكون عندك الشخصية والمقدرة إنك تكمل في البطولة بالشكل المناسب وبالنتائج المناسبة اللي تخليك تتأهل للنهائي بشكل طبيعي، وكمان الأداء اللي يخليك قوي جدا في حالة مواجهة أي منتخب من المنتخبات القوية جدا في القارة السمراء. إحنا امبارح لعبنا زيمبابوي، منتخب متوسط وفي الحقيقه عملوا مباراه جيده امبارح، لكن انت لسه عندك على مدار البطوله منتخبات قويه جدا، عندك السنغال، عندك المغرب، عندك الجزائر، عندك تونس، عندك كوت ديفوار، عندك نيجيريا، كل دي منتخبات ممكن تواجهها. لو هنواجهها بالمستوى بتاع امبارح ده هتبقى الامور بصراحه جدا هتبقى صعبه عن المنتخب الوطني المصري. لكن وارد ان تكون البدايه تدريجيه، وارد ان هي خطوه مهمه لمنتخب مصر انك في اول مباراه افتتاحيه في الضغوط وحضور الجماهيري، وفي الحقيقه عدد كبير من لاعبي منتخب مصر ما حضروش او ما لعبوش وسط هذا العدد الكبير من الجمهور المصري، فمش مهم خالص البدايه ما كانتش كويسه، لكن مهم انك كسبت وخدت الثلاث نقط وتبني على هذا الانتصار لما هو قادم من مباريات في المجموعه بالتحديد. طب مجموعه ان شاء الله هتصعد منها باذن الله، لكن الاهم الادوار المقبله، بدايه بالتحديد من دور ال 16 ودور ال 8 الامور هتزيد صعوبه. لكن ايجابيات من مباراه الامس بتتمثل في ايه؟ بتتمثل في الثلاث نقاط، اهم حاجه في المباراه ثلاث نقاط. ايضا بتتمثل في ظهور بعض اللاعبين بمستوى جيد، ابرزهم تريزيجيه صراحه عمل مباراه كبيره جدا وصاحب الهدف، كمان محمود علاء مدافع نادي الزمالك واللي خد نجم المباراه من قبل اللجنه المنظمه ومن قبل الاتحاد الافريقي، كمان عندك طارق حامد عمل مباراه كويسه قوي، وايمن اشرف عمل مباراه رائعه جدا، يعني بعض اللاعبين اللي قدموا مباراه كويسه بخلاف محمد صلاح اللي ما كانش في يومه خالص. ونفسي نفسي جدا جدا ان هدف محمد صلاح الاول في بطوله الامم الافريقيه ما يتاخرش باذن الله، يجي في المباراه الثانيه. ليه؟ لان كل ما الهدف يتاخر بالتحديد لمحمد صلاح نجم نجوم القاره الافريقيه هيبقى فيه ضغوط اكبر سواء على محمد صلاح او على المنتخب الوطني المصري، ان صلاح ما يسجلش هتبقى مشكله كبيره نفسيا، هي مش مشكله كبيره بالنسبه للمصريين او بالنسبه للمنتخب، احنا مش مهم مين اللي يسجل الاهداف، المهم ان المنتخب يكسب، مش مهم خالص صلاح ولا تريزيجيه ولا اي حد من اللعيبه اللي يجيب الاهداف، مش مشكله، بس لعيب بحجم محمد صلاح وعنده تركيز كبير جدا ان هو يكون مؤثر زي ما كل الناس متوقعه في بطوله الامم الافريقيه ومع منتخب مصر، ان هو يحرز الهدف بدري شويه ما يتاخرش في المباريات. كان نفسنا نجيب هدف امبارح لان كان هيشيل ضغوط كبيره جدا من عليه ومن على المنتخب ولاعيبه المنتخب، وكمان نتمنى ان هو يحرز الهدف الاول ليه باذن الله في البطوله من خلال المباراه اللي جايه لرفع الضغوط عن اللاعبين وعلى محمد صلاح نفسه. فبالتالي ايجابيات كانت موجوده، السلبيات كان بتتمثل اكيد وزي ما حضراتكم كلكم متابعين واكيد بتتفقوا معايا في هذه الجزئيه، الاداء كان سيء بالتحديد في الشوط الثاني، تراجع بدني ملحوظ، كمان للاسف الشديد ما عندكش دقه قويه. منتخب مصر كان ممكن يبقى عنده دقه اقوى من كده بكتير، كان ممكن يبقى عندك لعيبه على دكه البدلاء تنزل تغير لك المباراه في الشوط الثاني، وعدم وجود هؤلاء اللاعبين ادى لتغييرات
تأمينية شوية لمستر أجير بالتحديد دونجا لما نزل في الشوط الثاني وآخر تقريبا ربع ساعة عشان يأمن شوية نص الملعب. لكن أنت لو عندك دكة قوية كنت هتحاول انك تحرز اهداف كتير من خلال استغلال هذه الدكه. وفي الحقيقه في اسماء عديده كان ممكن يكونوا متواجدين، احنا مش عايزين نتكلم في الموضوع ده دلوقتي خالص، لكن هي اختيارات مستر اجير واختيارات جهازه المعاون كلهم مع بعض، واكيد احنا وراهم وفي ظهرهم بغض النظر عن اللاعبين اللي موجودين او اللي كان المفروض يكونوا موجودين. الاهم ان منتخبنا الوطني المصري قدم مباراه متوسطه بس نتيجتها الفوز ونتيجتها الثلاث نقاط في اول مباراه، ودايما المباراه الاولى بتبقى صعبه. لسه عندك المباراه الجايه يوم الاربعاء مع الكونغو ان شاء الله، وبعدين المباراه الثالثه هتكون مع اوغندا يوم الاحد ان شاء الله. مهم قوي باذن الله باذن الله انك تفوز في المباراتين، بس مش عايزين تعادل ولا عايزين حاجه، عايزين نكسب باي طريقه عشان الفوز ورا بعض اكيد هيدي دافع معنوي كبير جدا لمنتخب مصر ولاعيبه المنتخب والجهاز الفني. بالتالي ممكن ان شاء الله على مدار البطوله نشوف مستويات افضل من كده بكتير ونسخه افضل من كده بكتير لمنتخبنا الوطني المصري. فخلاص ننسى مباراه امبارح، ننسى كل السلبيات اللي فيها وننسى كمان كل الايجابيات، احنا عايزين نبني بس على هذه المباراة على الثلاثة نقاط دول، ويكون في تركيز أكبر من اللاعبين ومن الجهاز الفني. وخلاص الجماهير طبعا هتكون موجودة في المباريات الجاية، فأعتقد اللاعبين خدوا على الأجواء سواء أرضية الملعب والرائعة جدا هنتكلم بالتحديد على الجزئية دي، وكمان سواء في حضور الجماهيري خلاص اتعودتوا ولعبتوا مباراة أولى في وسط الجماهير وخدتوا على أرض الملعب. فخلاص إن شاء الله بإذن الله نتوقع بإذن الله بإذن الله أداء أفضل من كده بكتير لمنتخب مصر. وبرضه لازم نأكد إن الأهم دايما هي النتيجة الخاصة بالمباراة. كل المساندة كل الدعم للجهاز الفني، كل المساندة وكل الدعم للاعبين لاعبي المنتخب، وإن شاء الله بإذن الله الهدف يتحقق اللي هو الفوز باللقب، مش بس التأهل لدور ال 16، لا بإذن الله الفوز باللقب، وعندنا ثقة كبيرة جدا جدا في منتخبنا الوطني المصري. كمان لازم اشيد بمحمد الشناوي، لان محمد الشناوي امبارح شال كوره في الشوط الاول، كانت النتيجه اعتقد كانت لسه 0-0، بس كانت كوره صعبه جدا وقدر محمد الشناوي ان هو يتصدى ليها وكانت نقطه تحول في المباراه. ما اختبرش كتير محمد الشناوي، لكن الاختبارات القليله اللي جات له كان مميز جدا فيها، وده يدل على انه اختيار صائب جدا من الجهاز الفني بالبدء من محمد الشناوي في البطوله الافريقيه. وايا كان مين سواء احمد الشناوي او جنش كمان كانوا هيبقى عند حسن الظن بيهم بكل تاكيد، كانوا هيبقى هيكونوا اضافه لمنتخب مصر بشكل عام. ده فيما يتعلق بالمباراه.